كده تقريبا احنا عرفنا كل حاجة خاصة بالتخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة. طيب ازاي اقدر احل مشكلة التخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة؟ والموضوع سهل جدا وبكل بساطة. حضرتك بتروح لمنطقة التجنيد التابع لها، وهناك بتقول لهم وبتبلغهم ان انت متخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة. بيودوك مكتب التحقيقات، وهناك بتستلم الدوسيه الخاص بالتخلف عن الاستدعاء، وبيقابلك الضابط وبيبدأ يعمل معاك تحقيق روتيني جدا وأسئلة روتينية جدا، ما جيتش ليه، سبب التخلف، وهكذا. وبعد كده بيتم إبلاغك بميعاد جلسة المحاكمة الخاصة بحضرتك، وبعد كده حضرتك بتروح في ميعاد الجلسة الخاصة بيك وتأكد إن أنت معاك فلوس كفاية علشان تقدر تدفع الغرامة وتخرج على طول. وده طبعا لأن طبقا للقانون العسكري فعقوبة التخلف عن الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة هي الحبس والغرامة 200 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ولكن المتعارف عليه إن العقوبة بتكون الغرامة طبعا حرصا على مصلحة الشاب. ولكن لازم تبقى عارف إن القاضي العسكري بيكون من حقه أي شيء، يعني يقدر يطبق عليك القانون ويقدر يحبسك، ولكن دايما هو بيكون حريص على مصلحة الشاب فما بيرضاش يحبسه وبيطبق عليه الغرامة. فلازم تتأكد إن أنت معاك الفلوس علشان تقدر تدفع الغرامة وتخرج على طول. وبعد كده حضرتك بتستلم ما يفيد انهاء مشكلة التخلف عن الاستدعاء، وكده الموضوع خلاص خلص، وتقدر ان انت يعني تسافر او تقدر ان انت تقدمها في الشغل بتاعك، وكده الموضوع انتهى تماما. وبكده نكون اتكلمنا في كل حاجة تخص الاستدعاء الرسمي للقوات المسلحة وعرفنا ازاي نحل المشكلة.